السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصه جديده. اذا اليوم غتكون ان شاء الله يعني ديال تحديد طبيعه التحويل العقدي. لان اشنو التحويل العقدي في لي كومبلكس؟ هما الازاحه، تحاكي، دوران. ولكن احنا في الاغلب التمارين تعلمنا فقط اننا نديرو دراسه جبريه. يعني شنو دراسه جبريه؟ هي ان نكتب زد بخيم بدلاله زد، سواء في دوران او ازاحه او تحاكي. ولكن الاشكال في كاين دابا راه انه كيف ايطامار جاي، الا كان عندنا التعبير او التعبير ديال التحويل خاص نعرفوا واش هو ازاحه ولا تحاكي ولا دوران. عندنا التعبير، عطاونا التعبير، وحنا خصنا نشوفوا واش هو ازاحه ولا هو تحاكي ولا هو دوران. اذا نشوفوا مجموعه النقاط وما هي المراحل اللي غندوز منها باش نشوفوا النوع ديال التحويل. اذا النموذج الاول، اذا نشوفوا تحديد نوع التحويل العقدي في المستوى او نوع التحويل العقدي، واش هو ازاحه ام تحاكي ام دوران. اذا نعتبر التحويل، نعتبر التحويل التالي اللي هو زد بخيم كتساوي ار زد بلس بلس بي. هذا تحويل في المستوى العقدي، هل هو ازاحه، هل هو تحاكي، هل هو دوران. اذا هذا التحويل باش نعرفوا دائما نوع التحويل، اذا خصنا ندرسوا العدد ا انها مرتبطه ب ا. اذا هذا التحويل كله واش هو ازاحه ام تحاكي ام دوران، فهو مرتبط بشنو؟ مرتبط ب ا. اذا شوفوا الحالة واحد، إذا كان هاد أ كيساوي واحد، إذا كان أ تساوي واحد، إذا كان أ تساوي واحد فقط، شوفو قيم أ فقط، ومن ثم غادي نعرفو طبيعة التحويل. إذا كان أ كتساوي واحد، فما هو نوع التحويل؟ فهو إزاحة. إذا كان أ كتساوي واحد، فقط الشرط هو واحد. إذا كان أ تساوي واحد، فمجموعة أو التحويل أو نوع التحويل فهو إزاحة. ونعرف أن إزاحة عندها شنو؟ عندها متجهة لابد نحددو اللحظة ديالها. إذا هنا استنتاج، إذا التحويل عبارة عن إزاحة ذات المتجهة، إزاحة ذات المتجه U لحقها، خاصنا اللحق ديالها، لحقها هو B. إذا ما هو لحق المتجه؟ هو B. هذا عاد غيكون هنا هو اللحق، شنو؟ لحق المتجه. إذا نسمع شنو غندير، إذا لحقها هو شنو هو؟ هو B. إذا ناخذ مثال لنوع اللي ممكن نلقاو بأنه إزاحة. مثلا أعطونا واحد التمثيل اللي هو شنو؟ لدينا التمثيل التالي، مثلا زد بخيم كتساوي زد ناقص 2 زائد 3 اي. ما هو نوع التحويل العقدي؟ الاول ما غنشوف هو ذاك المعامل ديال زد. المعامل ديال زد فينا هو؟ هو هذا هنا ا، خاصني نطبق نقارن هذه بهذه. اذا ا فينا هي؟ ا هي المعامل ديال من؟ ديال زد. إذا خصني قلنا خصي إذا كان كتساوي واحد فهي إزاحة. دابا فين هو المعامل ديال زد؟ هو ها هو. إذا المعامل هو واحد، إذا بما أن المعامل واحد، إذا ما هو استنتاج أن هذا التحويل هو إزاحة. وغنقلب على اللحق ديال المتجهة ديالها. ثم نشوفو بي، بي هنا هو اللحق ديال من؟ أن قلنا اللحق ديال المتجهة هو بي. فين هو بي هنا؟ بي هو ناقص 2 زائد 3. إذا ما هو النوع ديال التحويل هنا؟ هو إزاحة ذات المتجهة U لحقها هو ناقص 2 زائد 3 إي. واضح؟ إذا استنتجنا، إذا نوع لدينا A كتساوي واحد اللي هو معامل الزد. إذا التحويل هو إزاحة، ذات المتجهة U
U التي لحقها هو واش قلنا هو العنصر B B هنا هو موان 2 بلس 3 لأن ناقص 2 زائد 3 3 إذا هذا هو نموذج حول شنو أو مثال حول التحويل اللي هو شنو اللي هو إزاحة. إذا دابا هذه قراءة عكسية للتحويلات في المستوى العقدي. إذا ندوز إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية دائما ندرس أ. الحالة جوج دائما باش نعرفو دائما باش نعرفو النوع ديال التحويل راه دائما نهدم فقط باش ندي أ. دائما أ هو اللي مسؤول على النوع ديال من على النوع ديال التحويل فقط ندرس أ. دونك هذه الحالة الثانية إذا كان أ يخالف واحد. إذا كان أ يخالف واحد. إذا كان أ تخالف واحد. ما هو النوع ديال التحويل هنا؟ فهو تحاكي. إذا كان أ ولكن شرط ديال أ راه هو دائما عدد حقيقي. دائما بشرط حيث هذا العدد أن أ هنا بحيث أ ينتمي لأ. إذا بما أن أ يخالف واحد وأنه ينتمي لأ فما هو التحويل؟ هو عبارة عن تحاكي. والتحاكي اش عنده؟ عنده مركز ونسبة. إذا شوفوا الاستنتاج. إذا نقول هنا التحويل عبارة عن التحويل عبارة عن تحاكي. فهو تحاكيا. عبارة عن تحاكي. والتحاكي يعني عنده مركز وعنده نسبة. مركزه هاد التحاكي هذا اشنا هو المركز ديالو؟ مركزه ومركزه ومثلا ناخذ الاوميغا مثلا ذات اللحق لان لا بدا خص يكون عند اللحق. اذا ما هو المركز ديال التحاكي؟ هو بي على واحد ناقص أ. هو بي على واحد ناقص أ. اذا ذات اللحق تبان اول ما باش يوضح اكثر. اذا ذات اللحق بي على واحد ناقص أ. هذا هو المركز ديال التحاكي. إذا ما هو المركز؟ هو بي على واحد ناقص أ. أش الباقي؟ باقي ونسبته. ونسبته واش هو كا كتساوي أ. ذاك العدد اللي هو معامل ديال من؟ معامل ديال زد. إذا دائما دراسة باش نقوم بجمع النقاط. نبقى فقط فشنو في دراسة شنو قيمة أ. ولكن هنا في جوج حالات ديال الأولين الحالة الأولى والثانية خاص يكون أ ينتمي لأغ ينتمي لأغ. إذا كان كتساوي واحد فهو إزاحة ذات المتجه بي. إذا كان أ يخالف واحد ينتمي لأغ ويخالف واحد فمجموعة النقاط عبارة عن تحاكي. وما هو التحاكي هذا أو ما هي العناصر ديالو؟ عنده المركز وعنده نسبة. فالمركز ديالو هو بي على واحد ناقص أ. وما هو نسبته؟ هي هذاك العدد اللي مضروب. هذه النسبة هو العدد أ. إذا كا كتساوي أ. ناخذ مثال في ما يلي. إذا نعتبر واحد المجموعة النقاط لدينا لكل يعني إم زد وإم بخيم زد قيم من المستوى العقدي حيث الزد قيم كتساوي 3 على 2 او 2 على 3 3 زد ناقص 1 زائد 1 زائد. اذا نحدد مجموعة النقاط عطاونا هي زد قيم كتساوي 3 زد زائد 1 زائد. ما هو نوع ديال التحويل؟ إذا خصني ديما نرجع إلى الدرس ديالنا. إذا أول ما غنشوف هو المعامل ديال الزد. أول ما غندرس وأول ما غنهتم به هو معامل ديال من؟ معامل ديال الزد. إذا كان يخالف واحد ماذا سيكون تحاكيا؟ إذا أنا معامل شحال هو؟ هو 3. إذا ما هو مجموع التحويل؟ هو عبارة عن تحاكي. إذا الاستنتاج لدينا أم لدينا أ كتساوي شحال؟ كتساوي 3. يعني أن أ تخالف
تخالف واحد. إذن التحويل عبارة عن تحاكي مركز أوميغا ذات اللحظة التالي. ما هو المركز؟ شنو هو؟ قلنا بي على واحد ناقص أ. بي هي شنو هو؟ بي على واحد ناقص أ. أي نشوفوا هاد أوميغا شنو هي؟ أي أن أوميغا ذات اللحظة التالي اللي هو بي هو واحد، هو واحد زائد شنو؟ واحد زائد إي على ماذا؟ على واحد ناقص إي، على واحد ناقص أ. أ هي ثلاثة، إذا شنو نديرو؟ ناخدو واحد ناقص ثلاثة، يشحال هي ناقص جوج. وأن هذا العدد دائما العقدي يكتب بكيفية واحدة اللي هي كتابة جبرية. إذا غادي نقسمو شحال على ناقص اثنان، ونقسمو على هنا ناقص اثنان، واضحة؟ إذا بصفة عامة، إذا هاد أوميغا شكون هي؟ إذا أوميغا هي واحد زائد إي على شحال على ناقص اثنان. إذا أداة اللحق واحد زائد إي على ناقص اثنان. إذا كتابة جبرية أو تمثيل أو تحول في المستوى نهتم فقط شنو؟ بما أن أ تخالف واحد، تخالف واحد هي ثلاثة. إذا فالتحويل هو تحاكي مركزه هو أوميغا ذات اللحق بي على أم و أ. بي هي شحال هي؟ واحد زائد إي. وشحال أم و أ؟ هي واحد ناقص ثلاثة، اللي هي شحال؟ هي ناقص اثنان. ونسبته شنو نسبته هي؟ شنو هي؟ ك اش كتساوي؟ كتساوي ثلاثة، اللي هو المعامل ديال من؟ المعامل ديال زد. إذا هو النموذج ديال التحاكي. نشوفو التحويل الآخر. إذا ندوزو إلى الحالة الثالثة، الحالة ثلاثة. إذا كان هاد المرة أ، هنا ردو بال مزيان، أ ما يبقاش إيغ. إذا كان أ ينتمي إلى إيغ، ينتمي إلى إيغ، واش ردينا؟ إذا كان أ ينتمي إلى إيغ، ما معنى إيغ؟ فيها إي، يعني فقط أن إي مكتوبة تما. مثلا دابا عندي أنا، مثلا عندي أ هي شحال هي؟ هي ثلاثة إي، إذا فهو ينتمي إلى إيغ، إغيال. ثم مثلا بي كتساوي واحد زائد إي، فهو إغيال. مثلا أ تساوي ناقص 4 إي، فهو ينتمي إلى إيغ. إذا باش نعرف أنه ينتمي إلى إيغيال، خصو يكون في إي، لأن خصو يكون إي في العدد. إذا هذا أمثلة فقط نشوفو يعني التحليل ديالنا. إذا كان أ ينتمي إلى إيغ، ما هو التمثيل العقدي أو التحويل؟ إذا التحويل عبارة عن دوران مركزه. إذا المركز لا يتغير، نفس التعبير بحال التحاكي، المركز كيبقى هو نفسه، بي على واحد ناقصة. مركز أوميغا اللي هو بي على واحد ناقص أ، وزاويته تيتا، حيث تيتا اش كتقيس او توافق ارغومون ديال من ديال ا بترديد دو بي. اذا خص نقلب على ارغومون اللي هو نجيبو بشكل مثلثي. اذا دائما اللي وقف فين او ارغومون ندير الشكل المثلثي داك العدد ار، ونستنتج بصفه عامه يعني الزاويه او الارغومون ديال العدد. اذا هو بصفه عامه، اذا كان ا ينتمي لاغيال، إذا فالتحويل عبارة عن دوران، مركزه أوميغا بي على واحد ناقص أ، وزاوية تيتا. وما هي زاوية تيتا؟ هو أرغومون ديال من؟ ديال أ، وأرغومون ديال أ، نكتبو على الشكل المثلثي باش نبقاو على العمدة ديالنا، ياك واضحة؟ إذا ناخدو مثال، زد، لنعتبر المثال التالي، نعتبر التحويل العقدي أو في المستوى العقدي اللي هو زاد خيم كتساوي إي زاد
ناقص اثنان اي زائد ثلاثة. عطونا هذا التحويل، ما هو هذا التحويل؟ هو إزاحة أم تحكي أم دوران؟ إذا دائما نهتم بالعدد أ فقط اللي هو معامل الزاد. هنا معامل الزاد شنو هو؟ إي، إذا فهو ينتمي إلى إيغ إيغيال، إذا فهو إي في هذاك إي، إذا فهو عدد تخيلي، إذا ينتمي شنو ينتمي إلى؟ ينتمي إلى، إذا شنو هنا؟ إذا لدينا أ، لدينا أ كتساوي اي، اي ان هذا ا ينتمي الى اف يعني اريال. اذا التحويل، اذا التحويل او مجموع النقاط هو شنو هو؟ التحويل هو عباره عن دوران، عباره عن دوران مركزه، مركز اوميغا اللي هو موبس سور ناقص الدالة على شنو؟ على على واحد ا بي على واحد ناقصة. اذا بي شحال بي هنا؟ هو بي في المثال ديالنا هو 3 ناقص 2، اذا هي بي 3 ناقص 2 اي على شحال؟ على واحد ناقص اي، على واحد ناقص ا اللي هي واحد ناقص ناقص اي. وهنا خصنا نكتبوا هذا على الشكل شنو؟ الشكل الجذري، ما يبقاش بحال هكا. اذا حيث نشوفوا دابا شنو يكتب على الشكل الجبري، حيث هاد 3 ناقص 2 اي خاص يتكتب على الشكل الجبري، يعني خاص نضرب نتخلصوا من اش، خاص نتخلصوا من اي في المقام. اذا تولي هي 3، 3 ناقص 2 اي عامل لي المرافق اللي هو 1 زائد 1 زائد على شنو؟ على 1 ناقص اي عامل لي واحد زائد اي. شوفوا المركز ديالو، اذا دائما ما تخليوش اي في المقام، دائما حيدو اي من الصور 3، يعني رونشون الباص 3 زائد 3 اي زائد 3 اي، ثم موان دوزي فوا ان فوا موان دوزي، موان دوزي ثم موان دوزي فوا اي هي موان دوزي او كاري، دونك شحال هي؟ بلوس دو. لو جوج اشنو على؟ على المقام اش غيكون؟ هي ا كاري بلس بي كاري، ا كاري بلس بي كاري، اذا هي واحد زائد واحد، يعني هي واحد وكاري زائد واحد وكاري، واحد وكاري زائد واحد وكاري، ثم نبسط الحساب ديالنا، لا غيال دونك هي خمسة، ايماجينيغ شحال هنا؟ هي زائد اي، زائد اي، نحسبو المقام واحد زائد واحد هي جوج دونك هي سانك دومي، وهنا تكون شنو هي؟ ان دومي. إذن هاد هاد المركز شنو هو؟ إذن أي، إذن أوميغا، أوميغا مركزة خمسة لإثنان بلس أن دومي أن دومي، هي المركز ديال من ديال هاد الدوران، وزاويته، إذن تحديد الزاوية، تحديد زاوية الدوران، قلنا زاوية الدوران شنو تكون؟ غتكون دايما هو الارغومون ديال من ديال ا، اذا دائما الارغومون ديال ا هي زاويه الدوران. ا عندنا هو شحال هو؟ اي، ا هو اي، اذا زاويه الدوران هي يعني تيتا تساوي تيتا توافق الارغومون ديال ديال من ديال اي بتديد بتديد دو بي. ثم دائما نرجعوا باش نكتبوا الشكل المثلثي ان اي، اذا هذا كا هذا كا هذا، اذا كا اي بصفه عامه، كا اي ماذا يقيس؟ يقيس كا بي على 2، ولكن اش الحاله؟ الحاله ديال اش؟ الحاله ديال كا بحيث كا موجب قطعا. ثم كا اي كتساوي دائما قيمه مطلقه ديال كا وناقص بي على 2 في الحاله ديال من الحاله ديال كا كسالي، إذا هاد العلاقة يعني ديال الشكل المثلثي للعدد اللي هو على الشكل ديال كا اي، إذا الشكل المثلثي ديال عدد كا اي هو كا بي على 2 إذا كان كموجب قطعا، وغتساوي قيمة مطلقة لأن المعيار خص يكون دائما موجب قطعا، وإلا كان وناقص بي على 2 في الحالة ديال من ديال الحالة ديال كا سالبة. دابا اش عندنا هنا؟ حنا عندنا اي، نعلم حنا أن شنو هو اي؟ أن اي هو كا اي، أن كا اش غتساوي؟ شحال يساوي شنو هو؟ هو زيرو زائد شحال؟ زائد اي، اللي هو شنو؟ اللي هو
كوز ديال اش؟ كوز ديال من؟ ديال اش؟ كوز ديال بي على بي على 2 بلوس اي سينوس ديال بي على بي على 2. دونك شنو هو اي؟ هو المعيار واحد بي على بي على 2. دونك هو هاد القيمة اللي عندي هنا، هاد القيمة لأن كا كيدير كا كموجب. إذا شنو هو العمدة هنا؟ هي بي على 2. إذا زاوية الدوران، زاوية الدوران تيتا اش كتقيس؟ كتقيس بي على كتقيس بي على 2. إذا هذا هو النماذج ديال التحويلات في المستوى العقدي إذا كانت قراءة عكسية وليس شنو وليس قراءة شنو أو ليس بتحليل جذري. إذا ربما الفرقات إما غيعطوك بين دوار مركز والزاوية والقوحنا زد بخيم أون فونكسيون دو زد نلقاو زد بخيم بدلة فين درنا مثال بدلة زد درنا مثلا هنا عطاونا هذا خص يكون يعني تحاكي خصنا نعرفو واش هو تحاكي واش هو دوران أم هو إزاحة. هذا هو اللي غيكون في الحصة ديال اليوم والسلام عليكم.